فيسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله، حتى يرى بياض خده الأيمن. فالالتفات إذن التفات كامل. ثم عن يساره: السلام عليكم ورحمة الله، حتى يرى بياض خده. وإن قال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فهو ثابت أيضا كما عند أبي داود في نسخة من سننه، وهو حديث صحيح. وإن قال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله، فهو صحيح أيضا. وإن قال: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم، فهو صحيح أيضا. ولا بأس أن يقول دائما: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. يكون التسليم مصاحبا لالتفاته.